بدي اياكي تقنعي امك ننقل من هذا البيت. بس اخي مو كانه استعجلت شوي يعني؟ مو حقدر اخطب لك بالاول؟ بعدين هي كلها تكاليف. انت بتعرفيني لما احكي الكلمه كون قدها. امرك اخي امرك. معناها العروس جاهزه؟ مين 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 هي مين؟ بس تزبط رح اخبرك. انت بتعرفي انه انا بتشرف فيكي. يعني ما بتستحي فيني؟ اوعيك تعيديها ثاني مره هي الكلمه. اوعيك. مسكي. معي لسه من المره الماضيه ما صرفته. مسكي. يسلموا ايديك. الله يعوض عليك. حبال ما افرح فيك يا اختي. خاطرك. الله الله مع مع السلامة. يا الله امتى رح البس الفستان الابيض؟ ولا معقول يبقى حلم؟ لا اكيد رح يحس فيني عياش. لازم يحس. الله يسامحك يا امي. هلا بس يشوفوكي رح يطير عقلهم فيكي. قلتك رح يحبوني؟ ليش حتى ما يحبوكي؟ ليش وين رح يلاقوا احلى منك بالدنيا كلها؟ امي ابي رح يوافق؟ والله ما بعرف. انا طالعه اشوفه. أبو عاصي املي هالمشروب من إيدك. ما صار إلي يصير الجماعة ويصلوا. شو أعمل لهم؟ شو عم أعمل أنا؟ شو شايفتيني قاعد بالضبط؟ يعني في شي غلط؟ إيه في شي غلط. مو معقولة أول مرة بدهم يفوتوا بيتنا يشوفوك عم تشرب. ليك يا عمي أنا هيك اللي بده إيانا هيك أهلا وسهلا. اللي ما عجبه الله معه. أيوة. يا ربي دخيلك شو قصته هالرجال؟ وينك؟ بعمل لكم فنطي بجننكم. بعدين وينو ابنك الحمار؟ وينو؟ بعته لعندي معياش. ونعم التصرف. وصلوا جماعه. امي وصلوا. اي وصلوا امي. فوتي على المطبخ. مشروب. لك خلص هلا. شو دخلك انت الثانيه وليه؟ لك مو وقتها هلا. الله يرضى عليك. مو وقتها. خلص بس يروحوا الجماعه ساوي اللي بدك اياه. فوتي امي على المطبخ. لك عم اقول لك فوتي. ربينا. الواحد بتأنبر علي شكل. يا ميت اهلا وسهلا. حلت علينا البركه. يا امك حبيبتي اهلا وسهلا. تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا مدام. اهلا شرفوا. اهلا وسهلا. تفضلي تفضلي. زين تفضلي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا مدام. اهلا تفضلي. شرفوا. هي عنا ادب اخلاق حشمة. تفضلي 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 يا ميت. اهلا وسهلا. ايه تفضلي يا ميت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يسامحك.